إليكم آخر صورة ظهرت فيه الكاتبة المصرية نوال السعداوي التي توفت اليوم، والتي أكدت أن الحجاب والعري في كفة واحدة ماتت بدون أن ترتدي الحجاب ولو للحظة واحدة، وهي أيضا التي أكدت واستنكرت ختان النساء والذكور معا. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا بدأ رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر اللايك واشتراك. أقيمت مراسم دفن الدكتورة نوال السعداوي منذ قليل بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر بحضور الأسرة فقط بسبب ظروف وباء كورونا في غياب الإعلام برغبة من أسرتها. ورحلت الدكتورة نوال السعداوي اليوم الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 90 عام. نوال السعداوي ولدت في 27 أكتوبر سنة 1931، وهي طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص. تعتبر واحدة من أهم الكاتبات المصريات والإفريقيات. حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وفي عام 2005 فازت بجائزة إنانا الدولية من بلجيكا، وفي عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبارد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا. وإليكم أبرز آراء الراحلة الكاتبة نوال السعداوي عندما قالت إن الحجاب والعري في كفة واحدة، وقالت إن الحجاب رمز سياسي خطير لعبودية المرأة من منطلق إن الملابس ليست لها وظيفة أخلاقية وإن المرأة ليست جسد بدون عقل. اشتهرت نوال السعداوي على مدار حياتها برفضها التام للحجاب وماتت وبدون أن ترتديه، تأكيدا على فكرها بأن الأخلاق لا تتعلق بالملابس وإن الأمران غير متداخلين. أكدت الكاتبة وهي الأولى من نوعها التي استنكرت ختان الإناث والذكور معا، وهي أكدت أن الأمر لا علاقة له بالدين، كما أنه لا يحدث في عدد من الدول العربية ومن بينهما المملكة العربية السعودية. لن تتوقف نوال السعداوي عن رفض ختان الإناث فقط، بل أنها أيضا أعربت عن رفضها لختان الذكور، وأكدت أن هذا الفعل لم يرد سوى في التوراة، الأمر الذي عرضها لانتقاد شديد من قبل رجال الدين بسبب تبنيها لهذا الرأي. الكاتبة الأولى التي نادت بالحرية للمثاليين وأكدت بكفالة الحرية للمثاليين جنسيا مشددة على رفضها لعقابهم بالسجن، وقالت أن الشاذ جنسيا أو المثالي جنسيا قد يكون مولود بجينات مختلفة. الكاتبة الأولى التي نادت بأن كتابة الأطفال أو المواليد بأسماء أمهاتهم نوال زينب السيد، هكذا تضع الكاتبة الراحلة إمضاءها على الكتب الخاصة بها، حيث ترى أنه من الضروري أن ينسب الطفل لأم وأبي في آن واحد في شهادة الميلاد بدلا أن ينسب لوالده فقط. نوال السعداوي أول من رفضت تعدد الزوجات في إطار تبنيها لقضية المرأة. كانت نوال السعداوي ضد الفئة التي تعارض تعدد الزوجات، واصفة إياه بأنه حل غير إنساني لكثرة عدد النساء.